بعد مخاض عسير، إنجاز الصيغة النهائية لقانون الموازنة وتوافق سياسي على تمريرها في جلسة الغد. مجلس الوزراء يصوت على إجراء الانتخابات المحلية أواخر العام الحالي، ومخاوف تتفاقم من عودة البعثيين والإرهابيين. بدون رتوش، مسرور بارزاني يرهن استقرار كركوك بتغيير سياسة بغداد، وزعزعة أمن المحافظة صنع في كردستان. يوما بعد آخر، اتساع دائرة رفض الوجود الأمريكي والبرلمان يحمل العبادي مسؤولية حفظ سيادة البلاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة، البداية مع زميلي سلام. أهلا بك فرح، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. كشفت اللجنة المالية النيابية أن قانون موازنة 2018 سيتم إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم غد الأربعاء للتصويت عليه. مصدر نيابي أوضح أن اللجنة المالية أنجزت الصيغة النهائية لمشروع الموازنة لأجل إدراجها على جدول أعمال البرلمان يوم غد، مبينا أن اللجنة ناقشت اليوم فقرات الموازنة لإضافة وإلغاء بعض النقاط التي تعتبر محل خلاف بين الكتل السياسية. أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبورية التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف السياسية بشأن قانون الموازنة المالية لعام 2018. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أشار إلى أن الجبورية عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الأخيرة على الموازنة، موضحا أن المناقشات المستمرة أفضت إلى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف عبر تذليل كافة المعوقات وحسم النقاط الخلافية التي تعيق إقرار القانون ضمن توقيتاتها الدستورية. صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 22 من كانون الأول المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. بيان لمكتب العبادي أشار إلى أن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لقراءة مجموعة من القوانين والمشاريع والتصويت عليها، مبينا أنه تم التصويت على إقرار موعد انتخابات مجالس المحافظات في 22 من كانون الأول 2018. كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية علي صيف عن تدخل رؤساء أحزاب وكتل سياسية كبيرة لإشراك شخصيات مطلوبة للقضاء في العمليات الانتخابية. صيف أوضحت أن شخصيات عديدة معادية للعملية السياسية ومعروفة بتأييدها للجماعات الإرهابية رشحت نفسها للانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتة إلى أنها أقامت دعوى قضائية ضد خميس الخنجر أبرز تلك الشخصيات المطلوبة وتمت عرقلتها بسبب تدخل شخصيات سياسية. أكد عضو تيار الإصلاح الوطني الدكتور محمد الشكري أن مد جسور الثقة بين المواطن والمسؤول في صلب البرنامج الانتخابي لتيار الإصلاح الوطني. الشكري وفي تصريح سابق لبلادي شدد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة محاربة المفسدين بشتى الفصائل. الحقيقة أن نظرة التيار تيار الإصلاح الوطني في جانب التغيير كانت التوصيات أغلبها تسعى إلى ترميم مستوى العلاقة، بل إعادة أولاً إعادة
جسور الثقة بين المواطن والمسؤول، حيث أن هذه الثقة إذا فقدت فقد معها الكثير. الأهداف الأساسية للتيار الوطني لتيار الإصلاح الوطني هو السعي الجاد إلى بناء شخصية الإنسان العراقي قبل كل الاعتبارات الأخرى، لأن بناء شخصية الإنسان العراقي هي التي تؤدي إلى بناء دولة المؤسسات، وبالتالي هذا يتطلب منا جهودا كبيرة كعراقيين، ليس كتيار إصلاح وطني فقط، كعراقيين جميعا يجب علينا أن نتحد وأن نتعاون. وبالعودة إلى موضوع موازنة البلاد، معنا الآن مباشرة من بغداد النائب سليم شوقي عضو اللجنة القانونية النيابية. بداية سيد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. يعني ما آخر ما توصل إليه البرلمان العراقي بشأن الموازنة، وما هي أيضا الاتفاقات السياسية لتمريرها في البرلمان؟ تفضل. جيد، نعم، كان هنالك اليوم اجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس النواب مع الأخوة في اللجنة المالية، واستغرق فترة طويلة حقيقة، تم بموجبه وضع الصياغات النهائية بناء على اتفاقات سابقة مع الحكومة تتعلق بمطالبات نواب المحافظات سواء كانت المنتجة أو المحافظات المحررة وحتى محافظات الإقليم. وحقيقة كان هنالك تقليص لفجوة الخلاف وتضييق، واتخذ القرار على أن توضع الموازنة في جلسة الغد إن شاء الله للتصويت عليها. طيب، يعني هل نعتبر أن ذلك صحوة للضمير النيابي بتمرير الموازنة يعني يوم غد وبعيدا عن الخلافات السياسية؟ لا، هي فعلا كانت أكو هنالك معوقات ومشاكل. إذا ما جئنا مثلا إلى المحافظات المنتجة، قانون 21 لسنة 2008 المعدل هو يعطي 5 بترو دولار للبرميل المنتج و 50% من المنافذ، هذا لم يعمل به منذ أن تم إقرار هذا القانون حقيقة، وهنالك مظلومية وإجحاف كبير. لذلك حدث اتفاق أن تضمن الموازنة البترودولار دون ذكر أرقام، وتدفع من خلال الفائض بأسعار النفط. كما تعلمون هنالك فارق حاليا بين سعر النفط والذي مثبت في الموازنة والسعر الذي يباع به، فالفارق أو ما نسميه الموازنات التكميلية 20% منها ستذهب إلى تلك المحافظات المنتجة. أما المحافظات المحررة حقيقة كان هنالك اتفاق على إعطاء قروض لغرض الإسكان عن طريق المصارف، ودفع الرواتب أيضا للموظفين خلال فترة احتلال داعش لهذه المناطق تكون دفعها متراكم، وهنالك تسهيلات أخرى فيما يتعلق باستحقاقات الفلاحين، يكون هنالك إمهال وإعطاء وقت يعني أطول لدفع تلك القروض. وأما في المحافظات حقيقة الكردية اعترضوا على قضية محافظات، قالوا نحن إقليم، يجب أن يذكر الإقليم لا أن تذكر المحافظات، وكان لهم ذلك في الموازنة. وأيضا كان هنالك تعهد للسيد رئيس مجلس الوزراء بدفع مستحقات الموظفين وأيضا دفع مستحقات الفلاحين. أما قضية النسبة هي حقيقة بقت ذاتها، لكن هنالك تسهيلات أخرى ستدفع للإقليم بغية حقيقة حل المشاكل المتعلقة في قضايا كثيرة، حتى منها بعض الأمور التي تتعلق بالشركات العاملة في الإقليم خاصة في قطاع النفط. نعم، ولكن مشكلة إخلال النصاب لعدم تمرير الموازنة يعني سيناريو متكرر، ربما السنوات الانتخابية دائما ما تشهد عرقلة في تمرير الموازنة الاتحادية. السؤال هنا، هل يدخل ذلك ضمن الأجندات السياسية على حساب مصالح المواطن العراقي؟ هذا حقيقة ممكن في السابق، في 2014 كما تعلمون لا توجد موازنة، في 2015 لم تكن لدينا مشكلة، في 2016 أيضا لم تكن لدينا مشكلة، في 2017 كذلك، في 2018 حقيقة ظهرت هذه المشكلة من خلال ما ذكرت من معوقات حقيقة تم، لا أقول حلها بشكل نهائي، ولكن تم الاتفاق بصيغة ربما تكون مرضية، وأعتقد النصاب هو يتحقق لو كان الحضور هنالك للتحالف الوطني بالإضافة إلى بعض الكتل في اتحاد القوى وكذلك بعض الكتل الكردية، نستطيع حقيقة أن نحقق النصاب وأن نمضي في التصويت عليها. قضية نعم ربما تكون هنالك جنبة انتخابية لبعض الكتل السياسية للمطالبة بأمور هي حقيقة لا يمكن تنفيذها بالموازنة، ولماذا؟ لأن الموازنة هي في جلها تشغيلية وأغلبها رواتب، 24% فقط هو استثمارية. لذلك حقيقة يجب أن نفهم ونتفهم بأن عدم تشريع الموازنة هو يضر بالجميع، وتشريع الموازنة هو فيه فائدة للجميع. هؤلاء إذا أرادوا أن يتقربوا إلى جمهورهم الانتخابي عليهم أن يقروا الموازنة، عدم إقرارها حقيقة هو إخلال بواجبهم تجاه الشعب العراقي.
طيب سيد الكريم، نحن نستبشر خير وكذلك المواطن العراقي بإقرار الموازنة يوم غد، ولكن السؤال هنا لو حصل ولم تمرر الموازنة بسبب خلال مثلا في النصاب أو غير ذلك، يعني ما مصير الموازنة؟ نعم، لا بد أن يكون هنالك تحشيد. إذا لم يتحقق في الغد يجب أن يكون التحشيد في الأيام القادمة حقيقة. لماذا؟ لأن الدورة الانتخابية الدورة النيابية هي بالتالي لم تنتهي، تنتهي بشكل رسمي في 1/7/2018. نحن الآن راح ندخل بشهر نيسان، شهر آذار الشهر الثالث، وبالتالي لدينا فسحة من الوقت، لكننا حقيقة نريد أن نشرعها بأقرب وقت ممكن حتى ربما الكتل السياسية تذهب باتجاه الدعاية الانتخابية والانقطاع بشكل تام عن جلسات مجلس النواب. لذلك نحن حريصون حقيقة جدا أن يتم تمرير هذه الموازنة خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. نعم، سليم شوقي عضو اللجنة القانونية النيابية، كنت معنا من بغداد ضيف نشرة السابعة لقناة بلاد الفضائية، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. شكرا لكم. الله وسلم. بعد صدور القوائم الانتخابية للمرشحين في محافظة ذي قار، أعربت الأوساط الرسمية والشعبية عن تطلعها لتغيير الوجوه واختيار الأصلح والأكفى للمرحلة المقبلة، داعية إلى ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات. مروى شمري والتفاصيل أكثر. اقتربت الانتخابات وبات الحديث عنها متداولا بين الجميع، فمع صدور القوائم الانتخابية الجديدة وأسماء المرشحين حتى بدأت تطلعات الشارع الناصري بالتغيير وانتخاب الأكفأ والأجدر. المرحلة المقبلة مرحلة حرجة جدا، خصوصا احنا خارجين من معركة داعش، إضافة الوضع الاقتصادي وأزمة اقتصادية متعلقة بالشح المالية ومشاكلها. عليهم أن أيضا على المرشحين أن يوضحوا برامجهم، يكونوا صادقين مع المواطنين، لأنه المرحلة المقبلة ستكون حساسة جدا. أعتقد أن هناك ستكون نسبة مشاركة إلى حد ما جيدة، لكن ستكون دون مستوى الطموح. لذلك دعوة للمواطن إلى تصحيح المسارات. اليوم الكرة في ملعبه والاختيار اختياره، هو من يحدد شكل الحكومة القادمة. بين التفاؤل والاستياء أكد المواطنون على ضرورة أن يتشارك الناخبون بفاعلية كبيرة بما يضمن وصول الأفضل للسلطة من خلال التطلع لبرامجهم الانتخابية التي تهدف لخدمة الوطن والمواطن على حد سواء. كمواطنين كمتابعين نود من المواطنين أو الناخبين، بغض النظر عن الناخبين التابعين لسياسات معينة أو لأحزاب معينة، أن يختاروا المعرفين أبناء المدينة المعروفين ليكون هناك نتاج جديد أو عمل جديد أو تغيير في عن السابق. هناك أشخاص يعول عليهم كثيرا وأشخاص وطنيون شرفاء، لكن للأسف لم يستطيعوا أن يعملوا بسبب ضغوط سياسية، ضغوط الكتل السياسية، ضغوط رؤساء الكتل، سياسات الدولة بصورة عامة دون المستوى المطلوب. لذلك لا أسمي الأشخاص، بل أقول أن هذه الانتخابات القادمة محبطة وستكون مرحلة أخيرة إن شاء الله من مرحلة الفشل. قوائم جديدة وتحالفات مختلفة بين كافة المكونات السياسية تتنافس فيما بينها للوصول إلى قبة البرلمان، وبات الكلام عن الأوفر حظا حديثا مبكرا بانتظار ما ستؤول إليه الأسابيع المقبلة، علها تفرز وجوها جديدة تعمل على خدمة البلد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. مروى الشمري، قناة بلادي، الناصري. ترأس الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية وفد العراق للمشاركة باجتماعات الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة العراقية الروسية في موسكو. الدكتور إبراهيم الجعفري بحث العلاقات المشتركة بين بغداد وموسكو والأوضاع الدولية في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والذي شدد خلاله على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين. لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري تركز على مناقشة تعزيز العلاقات السياسية بين بغداد وموسكو وتنسيق مواقفهما في العديد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية. الوزير الروسي هنأ العراق بجهوده الكبيرة وانتصاراته التي حققها في مكافحة الإرهاب، الذي اعتبره الدكتور الجعفري بأنه نصرا ليس للعراق وحده، بل إنه لجميع دول العالم التي تكافح هذه الآفة الخطيرة. Спасибо.
نحن هنا لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المنطقة وأيضا التي تهم العراق، ونحن ندعم جهود الحكومة في مساعيها للحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية وتحقيق الوفاق الوطني. ملفات متعددة، خصوصا أن هناك أعداد من العراقيين هم أعضاء بالوفد يتبعون إلى وزارات مختلفة. الآن هم كفريق عمل يجلسون وينسقون بيناتهم، وإن شاء الله نطلع بورقة عمل مشتركة بين الطرف العراقي المتمثل في هذه الوزارات وبين الطرف الروسي الاتحادي. بدوره المنبر الديني ورئيسه مفتي روسيا الشيخ راوي عين الدين أشاد خلال لقائه بالدكتور إبراهيم الجعفري بتكاتف الشعب العراقي وتوحده للتخلص من الهجمة الإرهابية التي حاولت تشويه الدين الإسلامي الحنيف، مشددا في الوقت نفسه على أن التسامح والوئام هما السبيلان الوحيدان لإعادة عراق الحضارة إلى موقعه الطبيعي في الحضارة العالمية. لبغداد حظوة كبيرة لدى المسلمين في روسيا، وهم اليوم يساندون العراق وشعبه في التصدي للإرهاب الدولي الذي يحاول تشويه صورة الإسلام الحقيقية. الروس أكدوا خلال اللقاءات استعدادهم الكبير للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق في المجالات الإعمارية والبنى التحتية والتبادل العلمي بين المؤسسات التعليمية والدينية للدراسة في الجامعات والمعاهد العالية في كل من روسيا والعراق. زيارة وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري إلى موسكو يرى فيها المسؤولون الروس بأنها تبشر بمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين في ظل رغبة روسية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق. كريم ظفر، قناة بلادي، موسكو. هدد مستشار الأمن القومي في إقليم كردستان مسرور بارزاني باستمرار هجمات عصابات داعش في كركوك لحين تغيير سياسة بغداد. بارزاني قال إن داعش عاود الظهور في مناطق المحافظة وتمكن من مهاجمة القوات الأمنية، مؤكدا استمرار ذلك الوجود وتناميه حتى تغيير الحكومة الاتحادية لسياستها. وفي حال أصرت على موقفها فإن الجماعات الإرهابية ستعاود الظهور لوجود العوامل المساعدة على نشأتها بحسب تعبيره. اتهم النائب السابق عن محافظة كركوك فوزي أكرم ترزي اتهم أقليم كردستان بزج عصابات انفصالية لتنفيذ عمليات قتل وخطف تزعزع أمن المحافظة. ترزي أوضح أن مسعود بارزاني استخدم الانفصاليين لتنفيذ عمليات نوعية محددة تطال التركمان والعرب فضلا عن السطو والاختطاف لإثارة الرعب والفوضى في كركوك، مشيرا إلى أن الغرض من تلك العمليات إعادة البشمركة والأسايش وإرجاع المحافظة تحت سطوة الأكراد. أكد عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين وجود خلايا تابعة لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة. حسين أوضح أن العمليات الإرهابية الأخيرة نفذتها الخلايا النائمة لداعش الإرهابي في المحافظة، والتي تعد إنذارا أوليا يحتم تحركا عسكريا سريعا لاجتثاثها، مشددا على ضرورة فصل الملف الأمني عن السياسي في كركوك لتسهيل عمليات السيطرة وحفظ الأمن في عموم المحافظة. وللدخول أكثر في تفاصيل هذه الأحداث معنا الآن مباشرة من بغداد الأستاذ ياسر الجبوري مستشار محافظ كركوك. أهلا بك أستاذ ياسر، أبدأ معك الحديث. مسرور بارزاني صرح اليوم وبشكل علني أن بغداد إذا لم تغير سياستها في كركوك سوف يستمر داعش في عملياته الإرهابية، كيف تعلق على هذا الإعلان؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، في البدء أحييك وأحيي كادر قناة بلادي وكافة المشاهدين هذه القناة المرموقة. أهلا بك. نحن كإدارة كركوك منذ اليوم الأول خطة فرض القانون في كركوك سعينا جاهدين إلى إحلال السلام ومسك زمام الأمور في المحافظة وأعطى كل ذي حق حقه، وطالبنا دائما وباستمرار بالتوازن
داخل المدينة، مدينة كركوك وإدارتها والأجهزة الأمنية فيها، وهذا ما نحن ساعين إليها. أما بالنسبة للخروقات والرد على ما تفضلتم به، نحن منذ فترة نعاني من وجود خروقات بسيطة، وإن لم تجدي أي حدث يذكر، ولكن موجودة هذه الخروقات أحيانا داخل المدينة تحدث هنا وهناك هذه الأحداث. الأجهزة الأمنية الحمد لله مستقر الوضع داخل المدينة ومسيطر على زمام الأمور. لكن سيدي الكريم، ألا تعرض تلك التصريحات المغرضة والتي تؤكد تهديد كردستان لأمن كركوك يعني بطريقة يعني القيادات الكردية وتصريحاتهم، يعني لا تعرضهم إلى المساءلة القانونية؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتموها بهذا الصدد؟ تفضل. أستاذ العزيز، فاقد الشيء لا يعطيه. الكل يعلم بأن الأخوة الكرد والأحزاب الكردية في كركوك فقدوا زمام الأمور والسيطرة داخل المدينة بعد خطة فرض القانون وسلطة الدولة في كركوك. نحن كإدارة كركوك أؤكد بأننا سعينا جاهدين إلى مفاوضات معهم لإعادتهم إلى المدينة وعدم تصعيد الوضع أو تأزيمه، كون مدينة كركوك هذه محافظة، محافظة الجميع وليست ملك ولا حصرا لأحد، وبإمكان التعايش بسلام كافة أطياف هذه المكونات. وكركوك وضع خاص، الجميع يعرف في بغداد وباقي المحافظات كركوك وضع خاص بمكوناتها من العرب والكرد والتركمان، على الرغم من الذي حصل سابقا. لا نريد أن نعيد السيناريوهات السيئة التي حدثت. نحن أبناء اليوم ونأمل أن نكون خطوة إلى الأمام، نتقدم معهم حتى نحل مشاكلنا بدون اللجوء إلى القضاء، ولا تطلب الأمر الذهاب إلى القانون والقضاء، سوف القضاء يكون والقانون هو صاحب الكلمة الفصل. لكن سيدي الكريم، يعني قضية الأمن في هذه المحافظة وفي كل محافظات العراق يعتبر يعني بمثابة خط أحمر، لا يمكن لأي شخص ولأي أحد أن يتحدث بلغة التهديد والوعيد. يعني شمال العراق هو جزء من العراق وليس العراق هو جزء من الشمال، ألا يجدر أن يكون هناك اتخاذ يعني خطوات حقيقية وجادة وصارمة للحد من هكذا تصريحات؟ تصريحات السيد برزاني يتحملها هو باعتباره هو الذي تكلم بهذا الكلام، ولكن بغداد هي صاحبة الفصل بهذا الموضوع، بإمكانها مساءلة هذا الشخص حول تصريحاته الشخصية، وإن كانت تمثل وجهة نظره أم وجهة نظر حكومة إقليم كردستان. نعم. طيب سيدي الكريم، في ظل هذه التهديدات إلى أين يتجه الملف الأمني في كركوك مع استمرار محاولات الجماعة الإرهابية وأيضا الانفصالية، محاولات يائسة لزعزعة أمن واستقرار هذه المحافظة؟ الحمد لله نحن لدينا الأجهزة الأمنية داخل مدينة كركوك المتمثلة في جهاز مكافحة الإرهاب وأطراف محافظة كركوك المتمثلة في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى قيادة شرطة كركوك وباقي الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الأخرى المساندة الاستخبارية داخل المدينة. نحن راضون عن أداء الأجهزة الأمنية في كركوك على الرغم من وجود خروقات بسيطة. كما قلت لكم، هذه الخروقات لم تؤثر على واقع المدينة وهذا شيء مميز، ونحن راضين عن هذا الأداء، ولكن نؤكد باستمرار على وجود خلايا إرهابية لداعش وفلول داعش على أطراف مدينة كركوك، وهذه العصابات تقوم بعمليات هنا وهناك، وطبيعا سوف تنعكس سلبا على المدينة من خلال وجود قنوات إعلامية مغرضة وصفحات التواصل الاجتماعي التي تحاول زعزعة الأمن. طيب أستاذ ياسر، باعتبارك مستشار محافظ كركوك، ما هي أبرز المعوقات التي تحول دون عقد مجلس محافظة يعني أي جلسة لغاية الآن؟ مجلس محافظة كركوك الآن موجودين القائمة العربية والقائمة التركمانية وأغلبية الأخوة الكرد في قائمة التآخي موجودين الآن في داخل مدينة كركوك ويأتون إلى بناية محافظة كركوك. القلة القليلة هم الذين لا يحضرون إلى مجلس المحافظة،
وهذا شيء يخصهم فيما مطلوب منهم باختيار رئيس جديد لمجلس المحافظة، واعتقد هذا الموضوع فيه إشكال نوعي داخل أعضاء مجلس المحافظة، وليس لنا علاقة احنا كإدارة كركوك بالتدخل في هذا الأمر. طيب سيدي الكريم، مجلس المحافظة الآن هل يدار بالوكالة؟ نعم، مجلس المحافظة لا زال يدار بالوكالة. إلى متى يستمر يعني هذا الموضوع؟ إلى حين اختيار رئيس جديد لمجلس المحافظة والذهاب إلى الانتخابات والخروج بأعضاء جدد. نعم، إذن كان معي مباشرة من بغداد الأستاذ ياسر الجبوري مستشار محافظ كركوك، أشكر لك هذا التواصل وأتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لك. أكد نائب عن التحالف الوطني علي بديري أن الوضع الإقليمي في المنطقة لا يتحمل أي أزمات جديدة يثيرها تواجد الأمريكي في العراق. البديري أكد عزم الكتل السياسية تحميل رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية التواجد الأمريكي في حال عدم حضوره جلسة غد الأربعاء لمناقشة هذا الملف، مبينا أن العبادي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة فإن حفظ سيادة العراق وضمان عدم خرقها يقع على عاتقه. القوات الأمريكية العسكرية اتخذت عدة حجج، وهي كتواجد داعش الإرهابي وتدريب القوات الأمنية لتبرير بقائها في العراق وتحقيق أهداف مريبة في البلاد والمنطقة عامة. القضاء الكامل على داعش، تدريب القوات العراقية، رفع جاهزيتها، حجج واهية عدة تستخدمها أمريكا لبقاء قواتها في العراق. جديد تصريحات البنتاغون تقول إن قوتها ستبقى في العراق لأكثر من 20 عاما، مبينة أنها ليست بحاجة إلى تفويض من أي طرف. تصريحات سرعان ما رد عليها المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، وأشار إلى أن المتحدث باسم البنتاغون كان يشير إلى التفويض من الكونغرس الأمريكي، ولهذا ربطه بين تصريحه وبين التفويض الذي سبق أن أعطي من قبل الكونغرس للقوات الأمريكية 20 عاما. وأكد تقرير نشره موقع ديفينس نيوز الأمريكي المتخصص بالشؤون العسكرية أن الإدارة الأمريكية تستخدم ورقة تهديد داعش مبررا لاستمرار تواجد قواتها في العراق على الرغم من انتهاء وجود داعش، فيما كشف موقع نيوز كوم الأسترالية عن زيارة سرية قام بها القائد العام للقوات الأسترالية السير بيتر كوزغريف إلى بغداد، مبينا أن القوات الأسترالية باقية في العراق وبطلب أمريكي. ولدى أستراليا حوالي 300 عسكري إلى جانب 108 عسكريين من نيوزيلندا في معسكر التاجي في مهمة لتدريب القوات العراقية. ويثير ملف التدريب الذي تقوم به القوات الأجنبية وبقيادة أمريكية في العراق الرأي العام الشعبي، خاصة بعد انتهاء صفحة داعش، ولا سيما أن ملف التدريب الذي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في ظل انخفاض أسعار النفط والتقشف، فضلا عن كونه ذريعة للتواجد العسكري الدائم بحجج واهية لتحقيق أهداف مريبة في العراق خاصة وفي المنطقة عامة. ما زال شح المياه وتأخر هطول الأمطار وآلية الري تشكل أبرز أسباب عدم سد حاجة العراق من محصول الحنطة هذا الموسم. معنيون أكدوا ضرورة الاستيراد لتأمين مفردات البطاقة التموينية في حال استمر هذا العجز. يحتاج العراق سنويا من محاصيل الحنطة الاستراتيجية 5 ملايين طن لتأمين الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وسد احتياج مفردات البطاقة التموينية من مادة الطحين. الخطة الزراعية في البلاد بحسب معنيين تكفل زراعة 11 مليون طن في هذا العام. 5 ملايين طن خرجت من الخطة بسبب شحة المياه، أما السبعة الأخرى فتقسمت ما بين الزراعة الديمينية والري. دخلت مديرية زراعة محافظة بغداد بخطة زراعية 57,000 دونم مزروعة من محصول الحنطة، وهذه الكمية لهذا الموسم ما غطت الكمية الكاملة
بالنسبة لأرواع المحصول بسبب قلة الأمطار وشحة الحصة المائية. وسط هذه الظروف يتوقع معنيون أن يتراجع محصول الحنطة في العراق هذا العام إلى 1,000,000 طن. أما في حال وصول محصول محافظة نينوى التي دخلت الخطة الزراعية بعد التحرير إلى 2,000,000 طن كحد أقصى. هذا الموسم خسرنا ما يقارب من 4 ملايين المروية، ما يقارب 2,000,000 دونم خسرناهن، فبالنتيجة ما رح نوصل حتى بموضوع الانتاج بالري حتى ما نوصل للمليون طن. نتوقع إضافة محافظة نينوى لهذا الموسم باعتبار هي تعتمد بشكل كبير على الزراعة الديمية، نتمنى أن توصل للمليون، يعني راح نوصل بالإنتاج إن شاء الله 2,000,000 طن. وزارة الزراعة من جانبها أكدت أنها زودت الفلاحين جميع احتياجاتهم من بذور وأسمدة كيماوية من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لكن العامل المناخي وأزمة المياه مع تركيا بالإضافة إلى الري البدائي كانت هي من أهم الأسباب في تراجع زراعة الحنطة في العراق. كوزارة حقيقة نعطينا حوالي 6,800,000 دونم للمحافظات بزراعة هذه على الديمية والمضمونة الأمطار والأبار، لكن تعرف اليوم الأمطار تأخرت قليلا يعني، وبالتالي كثير من المساحات لم تكن في المستوى المطلوب. وزارة التجارة المتبضعة الأكبر لتلك المحاصيل الاستراتيجية أكدت أنها ستذهب باتجاه المستورد في حال لم تغطى الحنطة المحلية احتياج البطاقة التموينية من مادة الطحين. وتقسمها هذا الناتج المحلي ما يكفي حوالي 6 أشهر. فنضطر انه نكمل الأشهر الباقية اللي هي المخطط، كان مخطط كان 8 حصص يعني من مناشئ عالمية رصينة، وهي المنشأ الأسترالي والمنشأ الأمريكي والمنشأ الكندي. استلمنا حوالي 2,370,000 إضافة إلى 950,000 طن مستورد. قدرنا نجهز هو حسب المخطط، حسب التوفر التخصيص المالي جهزنا 8 حصص كاملة يعني. أما مشكلة الفلاحين مع القروض الزراعية فيبدو أن روتين المصارف والفوائد الكبيرة المفروضة عليها بالإضافة إلى التقديم من خلال الأنترنت مع بساطة الفلاح وابتعاده عن البرمجيات تجعل الفلاح يغادر أرضه باتجاه المدينة بحثا عن عمل أو وظيفة حكومية. أحمد العبودي، قناة بلادي. على الرغم من العقوبات التي فرضها القانون على المراهقين المتعاطين للكحول، إلا أن تزايد أعدادهم في الآونة الأخيرة بات يشكل ظاهرة تهدد الواقع الاجتماعي العراقي. التفاصيل أكثر مع رؤى الشمري. تعاطي المراهقين للكحول ظاهرة باتت تستفحل في الشوارع العراقية وبشكل مخيف، فقد أصبحت جميع أنواع المشروبات الكحولية في متناول اليد، وذلك لرخص ثمنها، وأغلب من يتعاطاها من المراهقين تتراوح أعمارهم من سن 13 حتى 18، فضلا عن أن غالبيتهم سجلوا متسربين من المدارس، وهذا ما أثار امتعاض المجتمع. هم دول يجيبوها الكحول، يعني باشا عقبه ابني عمره 7 سنوات، نعم. يعني باشا عقبه شلون؟ نعم. هم حيصير مثل أمه؟ نعم. هم صديق صاحبه يعلمه؟ فهاي غلط، هاي أم أنا أسمعها بالعراق، كان قبل ماكو يتلحق له يوديه علاج، يوديه أي شيء، نعم. يشوفه ويا من يمشي ويا من يطلع ويسولف وياه ويا من هو جاي يطلع ويا من جاي يتقي بالليل. شرب الكحول احنا جاي نشوفهم دائما يعني بالشوارع، نشوفهم يعني اطفال بعمر الورود، يعني مع الاسف يعني هاي تتبع الاهل وتتبع الجهات الرقابيه الحكوميه. تعاطي الكحول من قبل المراهقين ارجعه باحثون الى ضعف الرقابه الابويه وفشل بعض العائلات بالتزامهم في احتواء المتغيرات العمريه والنفسيه وغياب الدور الرقابي للمؤسسات الحكوميه. المراهقين بشكل عام يمكن كل يوم او بين يوم ويوم يعني شرب زايد، هذا شو راح ياثر عليه؟ اول شيء راح ياثر على سلوكهم في بأسرتهم، راح يأثر على سلوكهم في الشارع. أنا أفضل أن تكون بروشورات، أن تكون هناك ندوات ورشات يعني عمل لتوعية الأهالي، لتوعية الأمهات. القانون العراقي يقضي بمعاقبة بائع الكحول للمراهق ومطاردة المتعاطي وحبس المخالفين للقانون بالنسبة للاثنين، فضلا عن اتخاذ القوات الأمنية عدة إجراءات توعوية للمراهقين للحد من هذه الظاهرة، لكنها تبقى منقوصة ما لم تفعل رقابة ذويهم. جانب الحدث احنا حقيقة اكو عندنا متابعة مستمرة وحملات على القاء القبض على الاحداث، قانوني حاسبة
يحاسب الحدث ويحاسب ذويه أيضا. تناول الخمور من قبل الأحداث من ضمن هذه الظواهر بالحقيقة، وعزنا إلى كافة مفارزنا بمراقبة الأماكن العامة اللي يتراودون عليها هؤلاء الأحداث. أجرينا أكثر من نشاط في المدارس والكليات والمعاهد، وأيضا عند استغلال المناسبات الدينية والمناسبات الأخرى للالتقاء بهذه الشريحة المهمة لغرض تثقيفهم. وصول المراهقين إلى مرحلة تعاطي الكحول ينذر بخطر كبير ويسهم في استغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة، وهنا على العوائل والجهات الحكومية والأمنية العمل على مراقبتهم لانتشالهم من الضياع. من بغداد، رؤى الشمري، بلاد الفضائية. مشاهدينا الكرام، والآن ننتهي من الأخبار السياسية وهذه انتقالة إلى مجموعة من أخبار الرياضة مع الكابتن محمد. أهلا بك. مساء الخير. السلام ومساء الخير فرح. طبعا مساءكم بكل خير مشاهدينا، أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية، لكن بعد هذا الفاصل.